أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله من عاد فأولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا قالوا
صدق الله.
مؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان والإسلام، بعد هذه الليلة القرآنية المباركة لتكريم روح كريم صعدت إلى رب كريم، عشنا وإياكم خاشعين لله تعالى ومنصتين لآيات رب تلاها علينا وعليكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد عوض العبد القارئ المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بمركز ومدينة حوش عيسى نيابة عن أسرة الفقيدة الراحلة. بشكر كل من قد جاءنا بالعزاء وشكر الله سعيكم جميعا.